أحسن دكتور. إن التفاف أبناء جاليتنا حول هذه المؤسسة دليلاً على أن هذه المؤسسة قد حازت ثقة أبناء الجالية، وأن ذلك أصبح سبباً رئيسياً لدفع هذا العمل إلى الأمام ونموه وتطوره وتقدمه في كل عام. إن قدرة المؤسسة على جمع مليون دولار في عام واحد دليل على أنها تستند على عطاء جالية كريمة مؤمنة تحب عمل الخير وتسعى جاهدة لدعم كل أعمال الخير الإنسانية. نستقبل الآن سيد حسن الخلساني مسبوقاً بالصلاة على محمد وآل محمد.